بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة، واللي بيشرفني بنورني فيها أحد نجوم النادي الأهلي اللي كان ليهم جزء كبير جدا من تاريخ النادي الأهلي وسطر تاريخ مع النادي الأهلي في البطولات الإفريقية خلال فترة سابقة، وتحديدا فترة الثمانينات اللي شهدت انطلاقة إفريقية للقلعة الحمراء الشياطين الحمر في أدغال القارة الإفريقية. بما ان غدا ان شاء الله مباراه الاهلي والهلال السوداني في الجوله الثانيه من دوري المجموعات للبطوله الافريقيه، النهارده معانا نجم كبير كان ليه باع طويل جدا في المباريات الافريقيه وتحديدا امام الانديه السودانيه، امام الهلال وامام المريخ، وهدف مؤثر جدا في نادي الهلال في فترات سابقه لدرجه حتى كان في قصه وحكايه حوالين هذا الهدف. لذلك انا برحب في هذه الحلقه وفي هذه الفقره بضيفنا، او مش ضيفنا لانه صاحب بيت، الكابتن خالد دجد الله نجم النادي الاهلي السابق. كابتن خالد منور الدنيا واهلا بيك. الله يخليك، اهلا بيك يا محمد، وسعيد ان انا موجود معاك النهارده. انا اسعد وليا الشرف ان انا ببقى دايما موجود مع نجوم ورموز كان لهم دور كبير جدا من تاريخ النادي الاهلي وسطروا في عصر كرة القدم الأهلوية إنجازات وبطولات في فترات سابقة. أنا سعيد طبعا، أنت زي ما قلت أنا موجود في بيتي وفي قناة النادي الأهلي، الواحد طبعا هي بيته والنادي الأهلي هو بيتي، وفعلا لما بنيجي بنفتكر ذكريات جميلة جدا وبطولات جميلة جدا، بالذات زي ما أنت قلت في فترة الثمانينات أول بطولة أفريقيا خدناها موسم 82، فكان في ذكريات كتيرة حلوة يعني في الوقت ده. طيب، مهم جدا الاتحاد الافريقي لكره القدم عبر موقعه الرسمي عشان ندخل بقى في تفاصيل المباراه، كان ليه عنوان مهم جدا وتقرير متعلق بمباراه الغد بين الاهلي والهلال السوداني. هو عنوان هذا الموضوع: الاهلي يسعى للتعافي على حساب جاره الهلال السوداني. وتم ذكر الامور التاريخيه والذكريات واللقاءات التاريخيه بين الناديين، والموقع الرسمي للاتحاد الافريقي ذكر نقطه مهمه جدا، ان بعد 32 سنه منذ نهائي عام 1987 بتعاد القارة من جديد بين الأهلي والهلال السوداني، ولكن من خلال شخصية مؤثرة كان ليها دور في نهائي 87. وقال وقتها الأسطورة اللي كان موجود في النادي الأهلي وكان ليه دور في الجزء الأخير من المباراة وكان مؤثر لدرجة أن الأهلي فاز باللقب على الهلال السوداني عام 87، المرة دي متواجد ولكنه كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي وكأسطورة بتدير القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، الكابتن محمود الخطيب. ربط العنصر التاريخي بين المباراتين نهائي 87 مع مباراة دوري المجموعات في 2019. لذلك هسأل الكابتن خالد على مباريات الأهلي والهلال السوداني، وفترة الثمانينات كانت فيها مباريات عديدة سواء في أول الثمانينات أو حتى في ختام 87 لما الأهلي فاز بالبطولة على حساب الهلال. هي طبعا بتبقى مباراه قويه جدا ومباراه بين اشقاء، يعني انت عارف احنا والسودان، انديه سودانيه سواء الهلال او المريخ بتجمعنا بيهم علاقات قويه جدا، فبتبقى مباريات رغم ان هي بتبقى قويه جدا وحساسه جدا ولكنها بتبقى في اطار الصداقه والحب والموده، وده اللي نتمنى باذن الله نشوفه بكره. فرقه الهلال من الفرق الكويسه، وطبعا النادي الاهلي احنا مش هنتكلم عليه، النادي الاهلي هو بطل افريقيا واحسن نادي في افريقيا، فباذن الله نتمنى ان احنا بكره نشوف مباراه كويسه، مباراه قويه تليق باسم النادي الاهلي ونادي الهلال، ولكن انا شايف ان باذن الله من الجوانب الفنيه والنواحي الخططيه والتكتيكيه والنواحي الفرديه والجماعيه بالنسبه للاعبين، انا شايف ان يعني فرصه النادي الاهلي بكره باذن الله تعالى كبيره ان هو يحقق الفوز عشان يصحح، انا مش عايز اقول يصحح مسار، او لان مباراه النجم الساحلي مباراه زيها زي اي مباراه، وبحيث ان بكره باذن الله لما النادي الاهلي باذن الله تعالى يستطيع ان هو يكسب الماتش ان هو يحط نفسه تاني في سباق المنافسه على بطوله المجموعه. طيب، العنوان التاريخي اللي ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي: الاهلي يسعى للتعافي على حساب جاره الهلال السوداني. وتم ذكر النقطه التاريخيه نهائي 87، وقتها كان الكابتن محمود الخطيب شارك في هذه المباراه طبعا، والاهلي فاز باللقب. وبعد 32 سنه كابتن محمود الخطيب رئيس للنادي الاهلي ومسؤول عن فريق كره القدم وبيواجه الهلال السوداني تاني. النقاط التاريخيه، وده هيكون باب نفتح نتكلم فيه عن المباريات التاريخيه مع الهلال تحديدا في 87 وفي اوائل الثمانينات، لان كمان كان ليك نصيب احراز هدف مؤثر وكان في قصه وحكايه مع الكابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب، انا بس عندي يعني اعتراض شويه على كلمه يتعافى، ان النادي الاهلي يتعافى. هو النادي الاهلي مش مريض ولا حاجه، احنا خسرنا ماتش زيه زي اي ماتش وهيتعوض باذن الله تعالى، ولكن الربط بقى في النواحي التاريخيه زي ما انت قلت، كابتن محمود الخطيب اما كان لاعب ودلوقتي كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي،
طبعا كان ليه دور كبير جدا وهو لاعب، سواء في الفوز بالبطولات الأفريقية أو البطولات على مستوى حتى الدوري العام، وليه طبعا دور كبير جدا دلوقتي كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي. وده تتويج طبعا للكابتن محمود الخطيب، وحاجة هتتكتب في تاريخه أنه هو بالذات في مباراة بكرة وهو دلوقتي كرئيس النادي الأهلي، وقبل كده كان لاعب ضمن صفوف فرقة النادي الأهلي بإنجازاته وهو لاعب وإنجازاته بإذن الله تعالى وهو رئيس النادي الأهلي دلوقتي. هدفك التاريخي في الهلال في بطولة 80-81 كان المريخ. كان المريخ. المباراة دي كنا بنلعب مع فرقة المريخ، وعلى فكرة احنا بس أيام بطولات أفريقيا لما كنا بنلعب في الثمانينات الفرق كلها كانت قوية جدا لأن ما كانش في احتراف. فأحسن لعيبة في الموجودة مثلا كانت في السودان، كان نصهم بيلعب في الهلال ونصهم بيلعب في المريخ. فكانت فرق قوية جدا، كنا بنلعب المريخ في بالليل، المباراة كانت على الأضواء الكاشفة، ويمكن انا احرزت هدف يمكن انا بعتبره من احلى الاهداف، بس للاسف هو الماتش ما كانش مذاع فحتى انا ما عرفتش اجيب الهدف دون. ولكن الجون دون كان من بعد نص الملعب، يا دوبك عديت نص الملعب، كان لينا اوت من ناحيه اليمين، كان حمدي ابو راضي لعبها لي، رمى الاوت ليا. الهوا في الماتش ده في الملعب كان جاي بالعرض، وفرقه المريخ كانوا بيلعبوا علينا بشكل شرس جدا، فكان لازم الواحد ما يخليش الكره تحت رجله كتير، يعني لازم يتصرف فيها بسرعه. فحمد ابو راضي رمالي الاوتا وقفتها وعديت نص الملعب، ان عايز اباصي ما فيش حد فاضي كله ممسوك، فقلت هشوط زي ما بقول لك الهوا كان بالعرض كده، الجون هنا هو ان انا شوط الكره الناحيه دي على اساس ان الهوا هيجيبها هيحركها. وفعلا ده اللي حصل، لان انا كنت حريف حته الهوا دي، يعني دايما كنت اعرف يعني مسار الهوا ازاي وبتاع عشان لما اجي اشوط يعني. بس فالكره راحت في التسعين في المقص فوق، كان جون نادي المريخ اسمه حامد بريمه. حامد بريمه ده كان من احسن حراس المرمى في المريخ. انا لما شطت الكوره الاضاءه في الملعب ما كانتش قويه قوي، فانا لما شطت الكوره وبعدين ببص فوق لقيت حامد بريمه ده طاير فارد نفسه ونزل على الارض، وبعدين قام رايح ورا الجون بيدور على الكوره، قعد يدور على الكوره، الحكم راح لقينا الكوره متعلقه في المقص من جوه في الحديده. أيوة من جوه الحكم حاسبها جوه. حتى بعد الماتش كان الكابتن محمود الخطيب بعد الماتش قال لي يا خالد الجون دوت من احلى الاجوان اللي انا شفتها طول حياتي. خساره الماتش ده ما تزعش وما عرفتش اجيبه. انت عارف في الوقت ده حتى كان شطه ليه يعني بيعرف ان هو بيحتفظ جدا بالوثائقيات بالظبط وبيحتفظ بالكلام ده، ما لقيتوش حتى عند شطه. طيب ايه اللي اختلف ما بين مباراه الهلال والمريخ زمان عن دلوقتي، سواء في الناحيه الجماهيريه او في الناحيه الفنيه؟ لا في الناحيه الجماهيريه زي ما هو، لان نادي الهلال والمريخ يعني ليهم جماهير نفس الشعبيه وجماهير كبيره جدا وشعبيتهم كبيره جدا في السودان. ولكن اللي اختلف من حيث المستوى الفني على المستوى الفردي والجماعي. ليه؟ لان زي ما قلت لك في وقتنا احنا في الثمانينات كان احسن لعيبه موجوده ما كانش في احتراف، ولكن دلوقتي موضوع الاحتراف دون ده نهائي 87 الكابتن محمود عمل كمان ماتش كويس قوي فيه في الماتش دون. فهي حته الاحتراف بس هي اللي هتفرق في النواحي الفنيه. قبل كده ما كانش في احتراف في الثمانينات، فكانت الانديه كل الانديه على مستوى القاره الافريقيه كانت بتعتمد على لعيبه، لا على لعيبه على مستوى عالي جدا. دلوقتي ما فيش الكلام ده. يمكن انا افتكر زي ما فرقه الهلال دي كان نصها منتخب السودان. انا فاكر مثلا كانون ياوندي او اينوجو رينجرز بطل نيجيريا، بطل كان 8 من منتخب نيجيريا. كانون ياوندي 8 من منتخب الكا، كانت الفرق قويه جدا. فهو ده الفرق بس ما بين في الثمانينات ودلوقتي. طيب عنوان الاتحاد الافريقي والموقع الرسمي حضرتك ليك تعليق على فكره كلمه تعافي. طبعا شايف ان البدايه هي مش في مرحله تعافي او مرحله ان انت خسرت، هي 3 نقاط ولسه في 5 مباريات بالظبط. وهو نظام المجموعه ازاي ان انت تجمع اكتر عدد من النقاط عشان تقدر توصل للدور اللي بعد كده. انا شايف النادي الاهلي ما عندوش مشكله باذن الله في المجموعه دي باذن الله، يعني هو النادي الاهلي او احد فرقتين النجم الساحلي او النجم الساحلي بيجي بعد النادي الاهلي وبعدين بيجي الهلال، يعني دي الترتيبات الفنيه. ودلوقتي يعني المباريات حسب امكانيات اللعيبه ما بيحصلش فيها مفاجات زي زمان. يعني انت بتقيس مستوى الفريق، اي فريق بتقيسه فنيا فبتقدر تتوقع نتيجه الماتش بنسبه كبيره. فانا شايف باذن الله النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله في ان هو يتصدر هذه المجموعه باذن الله. تتذكر سيناريو هذه المباراه اللي معانا على الشاشه يا كابتن خالد؟ يعني المباراه دي الاهلي فاز بعد ما تعادل في الخرطوم، كانت مباراه الخرطوم كان فيها تعادل. أيوة. والاهلي فاز في مباراه العوده واحرز دوري ابطال افريقيا.
فاكر اتعادلنا هناك، خلصت بالتعادل هنا وكسبنا. انا الماتش ده على فكره من الماتشات الكويسه قوي، كابتن محمود عمل ماتش حلو جدا، وتوجنا ببطوله افريقيا هنا في استاد القاهره. كانت برده مباراه قويه، كانت فرقه الهلال برده من الفرق في الوقت ده من الفرق القويه، وكان برده عندهم دوافع واهداف كبيره جدا، بحيث ان هم ده جون يمكن ايمن شوقي ده جون ايمن شوقي الله يرحمه، كابتن محمد حسام كان ساعتها حكم الله يرحمه. الله يرحمه. فكان الهلال برضو عمل ماتش جامد، وكان عندهم دوافع بيلعبوا على فاينل افريقيا، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتش وناخد البطوله. طيب هل فرقه النادي الاهلي لما تنزل مباراه بكره قدام الهلال هيكون في اذهان اللعيبه والجهاز الفني نتيجه المباراه الاولى، ولا ممكن اللعيبه والجهاز يفكروا ازاي ودي المباراه الثانيه؟ نتيجه المباراه الاولى اللي اتلعبت مع النجم الساحلي. طبعا لعيبه النادي الاهلي مش هيفكروا في النتيجه، ولكن هيفكروا ان ازاي يكسبوا بكره الثلاث نقاط عشان يصححوا المسار ويرجعوا لصداره المجموعه تاني، لان ماتش بكره مهم جدا من ناحيه النتيجه. لازم النادي الاهلي المكسب مهم جدا، الثلاث نقاط مهمين جدا. لان حتى التعادل هيحطك في 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 مكان مش كويس. فهي دي بس، هو لعيبه النادي الاهلي هتفكر ان ازاي بكره ازاي تكسب، وازاي تبقى مركزه من اول دقيقه لاخر دقيقه، ازاي تبقى في عمليه استثمار الفرص او اي فتير، فازاي لعيبه النادي الاهلي يستثمروا الفرص والنادي الاهلي هيقدر يفوز بالماتش. يعني هل هيكون في اذهانهم لعبه الحسابات، ولا ده جزء لسه كلام ولسه لا لسه بدري؟ ودايما اللعيبه ما بتدخلش نفسيه، حتى من ايامنا احنا ما بندخلش نفسينا في حته الحسابات وبتاع. احنا بننزل نلعب ماتش النهارده 90 دقيقه، عايزين نكسبه، بنركز ازاي نكسب، ما بندخلش نفسينا كل مرحله بالظبط، كل ماتش كل ماتش بماتش، ويعني حتى ما نفكرش في نتائج الفرق الثانيه. احنا يكون بكره باذن الله يكون اللعيبه همهم ان هم يفكروا ازاي يكسبوا الماتش، ما يفكروش في اي حاجه ثانيه، عشان حتى تركيزهم يبقى كله في الماتش، وبعد كده بقى الامور هتمشي باذن الله. طيب الهلال سبق ليه ان هو فاز في المباراه الاولى على بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1، والمباراه ما كانش فيها مستوى فني كبير، يعني برضو بصينا على المباراه عشان نشوف المستوى الفني للفريقين، ما كانش فيه نفس المستوى القوي اللي كان حتى موجود في مباراه الاهلي والنجم الساحلي. هل تتوقع الهلال هيكون جاي عايز يطلع بنقطه التعادل، ممكن يسعى للفوز، ولا استراتيجيه الفريق المنافس او الفرق السودانيه تحديدا لما تيجي تلعب في مصر بيكون اهدافها ايه من مبارياتها مع النادي الاهلي؟ لا، نمره واحد التعادل، يعني بكره بيبان على ادائهم ده. استراتيجيه الهلال هو طبعا مش هيجازف ان هو يهاجم، على اساس ان هو كسبان الماتش الاولاني وعنده ثلاث نقط والنجم الساحلي ثلاث نقط، فهو بالنسبه له النقطه بكره لو خد نقطه من النادي الاهلي ده هيبقى بالنسبه له زي وكانه كسب الماتش، يعني كحسابات نقط يعني. تمام. فهو طبعا هيبتدي المباراه بتحفظ، وهيبقى مركز على النواحي الدفاعيه، بيامن نفسه ما يجيش فيه جوان، وكل ما يعدي الوقت هيكون في صالح النادي الهلال، على عكس النادي الاهلي كل ما يعدي الوقت وانت ما جبتش جوان. لا، احنا لازم باذن الله من اول دقيقه ازاي نلعب ضاغطين عليهم، ازاي نقدر نحرز اهداف بدري بحيث ان الماتش ما يعني نخلصه من بدري يعني. طيب في المقابل فريق النادي الاهلي ممكن يبدا المباراه ازاي؟ مين ممكن يكون بديل لايمن اشرف؟ تشكيل ممكن يكون فيه تغييرات عن مباراه النجم الساحلي؟ المديرين الفنيين الاجانب ما بيغيروش كتير في يعني، هو بقى يعني ما بيبقاش فيه تغيير كتير، اضيق الحدود في اضيق الحدود يعني. فانا شايف ان مش يعني التغييرات هتبقى في اضيق الحدود. برضو ايمن اشرف فيه لعيبه كتيره ممكن يعني مش هيبقى فيه فرق كبير، لان لعيبه النادي الاهلي كلهم مستواهم متقارب، لما بتشيل حد وبتحط حد ما بتحسش ان في فارق فني او ان الفرقه المستوى الفني بتاعها اقل. فانا شايف اي 11 واحد بكره هيلبس الفانيلا الحمراء وهيبتدي المباراه، ودي طبعا بترجع حسب رؤيه المدير الفني. هو طبعا هيبتدي باجهز ناس واحسن ناس من وجهه نظره، هو شايفهم ان هم يقدروا يعملوا له يعني يادوا له الهدف ويادوا له النتيجه المرضيه اللي ترضيه وترضي جماهير النادي الاهلي، وهي الفوز باذن الله. طيب تعويض غياب ايمن اشرف وعلي معلول، والاثنين تحديدا كانوا بيحلوا مش مركز، مركزين قريبين من بعض، سواء مركز المساك المدافع او مركز الباك ليفت، يتغلب ازاي وممكن يكون بديل للاعبين في هذه المباراه؟ يعني هو انا متهيألي على اساس ناحيه الظهير الايسر مكان علي معلول نتيجه اصابته، شفنا الماتش اللي فات ماتش بني سويف هو لاعب محمد وحيد، محمود وحيد يبقى ممكن يكون محمود وحيد في دماغه ان هو ده الخيار الاول، ان هو يقدر يستغله ناحيه الشمال. بالنسبه لايمن اشرف زي ما قلت لك في المكان ده في رامي ربيعه وفي ياسر ابراهيم برضو لعب الماتش اللي فات،
يعني اللي موجود باذن الله هيسد. واي لعيب احنا تعودنا على لعيبه النادي الاهلي على مدار الاجيال بالكامل، اي حد بيلبس فانيلا وبينزل بيأدي بشكل كويس. خط الوسط ممكن مين يكون موجود بجوار عمرو السوليه؟ ممكن اليو ديانج مباراه بني سويف ادت انطباع للناس انه يكون جاهز يبدا مباراه الهلال السوداني، ولا لو انت مكان ريني فايلر ممكن تبدا المباراه ازاي يا كابتن خالد؟ انا هبتدي بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي وبنفس طريقه اللعب. ممكن بس بكره يعني لو هو طمع شويه في الماتش، لو هو اتفرج على فرقه الهلال كويس وقاس فرقه الهلال فنيا كويس وشاف ان هم في النواحي الهجوميه ما عندهمش يعني مش هيبقوا مؤثرين بشكل كبير، وممكن ان هو يستغنى عن لاعب وسط مدافع يلعب واحد بس ويلعب قدامه اربعه وراس حربه، يعني تبقى الطريقه 4-1-4-1. لان دلوقتي كمان في الكره الحديثه من وجهه نظري ان ما فيش لعيب بيدافع بس وما فيش لعيب بيهاجم بس، العشرة لعيبه وهم معاهم الكوره بينتشروا عشان يقدروا يهاجموا بشكل كويس، وهم معاهمش الكوره ازاي بيرتدوا بسرعه وبيضيقوا المساحات عشان كله يدافع. نفس الطريقه اللي لعب بيها في ماتش النجم على فكره، كانت 4-1-4-1 نفس الطريقه. نفس طيب الطريقة. ده يستدعي يعني ماتش النجم كان ماتش بره وفرقه النجم برده فرقه مش سهله، فممكن ده يستدعي الماتش بكره على ملعبنا، فممكن يلعب بنفس الطريقه. هو كمان لولا الطرد يا كابتن كابتن خالد الاهلي لما بدا 4-1-4-1 اول 13 دقيقه قبل طرد ايمن اشرف كابتن خالد كان الاهلي مسيطر وكان مستحوذ بشكل كبير. كنا احسن وكنا مستحوذين على الكوره وكنا مسيطرين على نص الملعب وكان لينا شكل كويس. طبعا فرقه برضو بيطرد منها واحد في وقت بدري بعد ربع ساعه من البدايه وتلعب ناقصه واحد قدام برضو فريق عنده امكانيات كويسه وبره ملعبك وفي تونس والتحكيم وشفنا برضو الحكم كان صعب ازاي، فبتبقى عمليه صعبه طبعا. فبكره الظروف باذن الله كلها هتختلف باذن الله تعالى. ريني فايلر وازاي يخلق دوافع للعيبه؟ ايه التصريحات او مش التصريحات الاعلاميه لكن ايه كلامه اللي في الغرف المغلقه بينه وبين اللعيبه عشان يهيئ اللعيبه لمباراه كبيره زي دي؟ ازاي يخلق دوافع جديده؟ وهي مش دوافع جديده، هي بالنسبه يعني انا يمكن جيت معاك حلقه قبل كده وقلت احنا يعني هنقدر نحكم على فايلر في بطوله افريقيا. قلنا الدوري والكاس والحاجات المحليه اللي جوه مصر دي النادي الاهلي ما عندوش فيها اي مشكله، هنبتدي نحكم على فايلر وشغله في بطوله افريقيا. الدوافع اللي هو يتكلم فيها مع اللعيبه ان احنا بقى لنا فتره ما خدناش بطوله افريقيا وما رحناش كاس عالم للانديه، هو ده الكلام بقى اللي لازم كل الناس تشتغل عليه وتتعب وتبقى مركزه بشكل كبير جدا عشان هو ده الحلم اللي هيفرح نمره واحد مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الغطيب وجمهور النادي الاهلي. لان بطوله افريقيا وان انت تكسب بطوله افريقيا تبقى بطل افريقيا وتروح كاس العالم الانديه هو ده الحاجه اللي بقى لها فتره بعيده عن النادي الاهلي. الاجواء اللي عاشها ريني فايلر والجهاز الفني الاجنبي المعاون في الاهلي في مباراه تونس في رادس فيها خبرات، فيها مجمل خبرات كبيره جدا ممكن يستغلها او نقدر نقول لخصتها في 90 دقيقة في مباراة النجم. طبعا أخطاء فيها تحكيمية، أجواء جماهيرية، ظروف صعبة، فيها خبرات بالنسبة لهم كبيرة جدا لأن على المستوى التحكيمي أنا متهيألي الجهاز دوت ما شافوش ما شافوش الكلام ده قبل كده، يعني على المستوى التحكيمي فايلر والجهاز بتاعه ما شافوش الكلام ده قبل كده ومش هيشوفوا أسوأ من كده بالظبط كده. ومن ناحية الجمهور ومن ناحية التعصب اللي كان موجود برضو دي خبرات ليهم هتفيدهم في الماتشات اللي جاية بالذات خارج الأرض، واتمنى ان هم باذن الله يعني يستفيدوا من الخبرات دي بسرعه بشكل كبير جدا لان بعد دوري المجموعات الامور مختلفه جامد جدا جدا جدا. هي حسابات نقط دلوقتي، حسابات نقط بعد كده خروج مغلوب، يعني في دوري المجموعات دلوقتي حسابات نقط، انت ما بتخسر حتى ماتش ممكن تقدر تعوضه، ولكن بعد كده بدءا من الادوار اللي بعد كده هتبقى برضو العمليه مش سهله لان المستوى الفني بتاع الفرق هيزيد. طيب انا بشوف كده حوالي استعدادات الهلال لمباراه الاهلي ولعب قد ايه وبقاله قد ايه في الموسم بيلعب مباريات. طبعا الاهلي في الدوري ما لعبش حوالي 4-5 مباريات او 4 مباريات ومباراه كاس. الهلال السوداني لعب 10 مباريات وليه مباراتين مؤجلتين. عدد مباريات الهلال في الدوري السوداني اكتر من النادي الاهلي، هل ده يدينا مدلول ان في جاهزيه وفنيه وبدنيه للهلال ممكن تكون اعلى؟ لا ما اديناش مدلول بكده لان الدوري السوداني هلال ومريخ
يعني الدوري السوداني ايا كان عدد المباريات المستوى الفني البطوله مش طبعا. لا لا يعني هو الدوري عندهم هلال ومريخ مظبوط، يعني انت الهلال كسب المريخ خد الدوري في ماتش في الماتشات في الماتشين بتوعهم، دي ماتش الدوري في المباراتين اللي بينهم بس وخلاص. الباقي لا المستوى الفني بعيد جدا، فهي مش هتبقى يعني مش مقياس ان هم اكتر جاهزيه او لعبوا اكتر او الكلام لا بالعكس، انا شايف ان النادي الاهلي الدوافع اللي عنده بكره هتبقى اكبر بكتير جدا، بيلعب في وسط جمهوره وده جمهوره اللي هو اللاعب رقم واحد اللي دايما لعيبه الاهلي بتبقى محتاجاه، بيلعب على ملعبه عايز يعوض الماتش الاولاني، فانا شايف الدوافع والاهداف وباذن الله كل حاجه هتبقى في مصلحه النادي الاهلي باذن الله. طيب النادي الاهلي على المستوى التهديف في المباريات المحليه جايب نسبه تهديف عاليه جدا، في مباراته مع الهلال السوداني احد الحلول ممكن يكون خط الوسط المهاجم رمضان صبحي، وليد سليمان، قفشه، حسين الشحات، ولا محتاجين نشوف دور اقوى لراس الحربه سواء مروان محسن او وليد ازارو او حتى صلاح محسن؟ لا محتاجين نشوف جهد كبير من راس الحربه وجهد كبير من الثلاثه اللي تحت راس الحربه وجهد كبير من الباكين من الفرقه. لا يعني هم دول الناس المجموعه اللي بتشارك في الناحية المخول ليهم بالنواحي الهجوميه، باك من الباكين، الباك اللي بيبقى ناحيته الكوره هو دايما اللي بيتقدم والتاني بيبقى واقف عشان للتغطيه مع الاثنين المساجين مع الاثنين المساكين، والثلاثه اللي تحت راس الحربه دول دورهم مهم جدا لان هم دول بيأثروا بشكل يا اما يأثروا بشكل ايجابي على راس الحربه او يأثروا بشكل سلبي على راس الحربه. وبعدين انا مبسوط جدا الماتش اللي فات وليد ازارو جاب جونين، يمكن حالته النفسيه هتتحسن شويه الثقه هترجع له، لان انا ليالي يعني ليالي رايي يمكن يكون مختلف شويه في وليد، انا شايف ان وليد لا من روس الحربه الكويسين جدا اللي مع الوقت باذن الله والثقه لما ترجع له لا هيبقى هيأدي بشكل كويس جدا وبشكل ايجابي. طيب. الثلاثه اللي تحت راس الحربه دورهم مهم جدا في الاختراقات وان هم ازاي يعدوا وازاي في كل المواقف اللي هي واحد ضد واحد يتغلبوا فيها ويقدروا يكملوا ويدوا يعملوا كثافه هجوميه جنب راس الحربه، فده دورهم بشكل كبير جدا مهم قوي. طيب مهم جدا كمان نسمع نشوف تصريحات ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي وماذا قال قبل انطلاق المباراه غدا ان شاء الله في الساعات الاخيره في المؤتمر الصحفي. نشوف تصريحات ريني فايلر في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في ملعب السلام استعدادا لمباراه الغد امام الهلال في دوري ابطال افريقيا. Mais ce sont des choses que je dois analyser avec notre équipe interne et je ne dois pas dire ça un jour avant le match au public. طبعا هو عنده فكره عن الهلال وطبعا لان ده شغله كمدرب ما يشوف شغلانه ثانيه يعملها لو ما مش ما بيعيش كل المستوى الفني لكل الفرق اللي بتلعبه، بس ما اقدرش اعلن حاجه زي كده على الملا ليله المباراه في المؤتمر الصحفي، بحب اناقش ده داخليا مع الفريق العمل بتاعي. C'est clair qu'on n'est pas bien parti avec le résultat en Tunisie, on a eu malheureusement aussi avec l'arbitre, mais avec un départ comme ça, c'est clair, il faut réagir et c'est important pour nous de gagner le match de طبعا بالنسبه للهزيمه في اول مباراه ده بالنجم الساحلي طبعا كان في سوء حظ واحنا خسرنا، وطبعا حاجه زي كده لازم نرجع تاني والماتش بكره مهم بالنسبه لنا عشان نرجع تاني في المنافسه ونحقق تاني. سؤال لمستر ريني فايلر، يعني واثق قوي متابعته لبطوله افريقيا وبدايته فيها، ايهما اي الفرق بالنسبه له اصعب او الماتشات اللي بتكون اصعب بالنسبه له، فرق شمال افريقيا ولا باقي الفرق الافريقيه؟ Pas une différence, c'est clair. Hein. Pour moi, toutes les équipes ont ses forces. Hein. Ce ne sont pas toujours les mêmes forces, mais pour moi, toutes les équipes sont fortes et je respecte tout le monde. طبعا كل فرق ليها نقاط قوه، مش معناه ان فرقه قويه التانيه مش قويه، فيها نقاط قوه مختلفه، وانا بحترم جميع الفرق اللي لعبها وكل فرق بطوله افريقيا سواء من شمال افريقيا او من افريقيا. سؤال مستر ريلي فايلر، حضرتك في اول تجربه ليك في افريقيا في طبعا يعني فروقات كبيره او فوارق كبيره بين افريقيا واوروبا حيث الملاعب ورحلات السفر الطويله والمرهقه وكذلك عدم وجود تقنيه الفور، فشايف مستر ريلي فايلر ايه اكثر مصاعب عليه في قاره افريقيا؟ هل الملاعب ولا رحلات السفر الطويله ولا عنصر التحكيم برضه اللي كان عليه تحفظات كبيره في المباراه الاولى؟ Alors c'est une différence, ça je peux confirmer, mais je peux aussi dire, ça j'ai appris comme joueur d'abord et maintenant comme entraîneur,
il faut toujours accepter toutes les conditions qu'on a. Et avec ça, j'ai aucun problème et l'équipe non plus, ça c'est clair. بقول حياتك هو طبعا دي اي صعوبه موجوده هو المفروض يتقبلها وتعلم كمدير لازم يتقبل اي صعوبه ما يصنفهاش يعني واللعيبه برضه المفروض يتقبلها عشان تعمل نتائج كويسه فهو بيأقلم نفسه على اي وضع وبيشتغل عليه. نعم. بدلا من غيابات في كان الاعلام كله بيتكلم عن غيابات كتير في النادي الاهلي وانه الاهلي مرتبط بمباريات الهلال بغيابات وضغط المباريات. D'abord, je dois vous dire, on a aussi un joueur ici, on peut aussi demander des joueurs. Le joueur, quelques questions? بيقول لك ممكن نسأل السؤال ده الكابتن رامي موجود معانا عشان يلم أسئلة على اللعيبة. Et pour votre question, non, ça c'est pas un problème. Peur, on n'a jamais peur en foot. J'ai jamais eu peur. Je connais pas des joueurs qui ont peur. En foot, on n'a pas peur. Peut-être on a respect. Maintenant, on est bien récupéré. Tout le monde se réjouit. هو بيجاوب حاجة على السؤال برضه بالنسبة للسؤال ده بيقول لك ما فيش حاجة اسمها خوف احنا مش خايفين نلعب هلال أو أي فرقة اللعيبة أي لعبة موجودة هنلعب بيها واحنا اللعيبة لعبت مكان تراكم الماتشات المتتالية قال احنا عملنا استشفاء بالشكل المناسب اللي ممكن نلعب بيه مع الهلال من غير أي مشكلة. سؤالي يا كابتن خلاص ما هو جاوب على أنهي سؤال هو جاوب. طب في حاجة ممكن أسئلة تانية تبقى الكابتن رامي سؤال كابتن رامي ربيعه طبعا كابتن فريق النادي الاهلي كابتن رامي يعني عايزين نطمن على الحاله المعنويه لفريق النادي الاهلي الجاهزيه للتركيز ازاي وحضور 15000 مشجع غانا ان شاء الله في الاستاد يعني الجمهور يبقى ليه كلمه سر معاك ومع اللاعبين شايف ان المباراه ازاي بالنسبه لك والجمهور لا في البدايه المباراه طبعا بنحترم الفرق كلها في المجموعه ايا كان الاسم اللي هتلعبه بكره انت دلوقتي خسرت اول مباراه لازم نركز والراجل زي ما قال من شويه ان احنا نركز في شغلنا ونركز في لعبنا ونركز في المباراه بكره نحاول نأدي بشكل كويس بكره ان شاء الله ونلعب لعبنا الطبيعي احنا بادئين الموسم بشكل مميز مع الراجل بصراحه عامل شكل للفرقه كويس قوي فاحنا اهم حاجه عندنا بكره التركيز والفرق تبقى بروح المعروفه عنها واهم حاجه ان الجمهور هيبقى موجود بكره ان شاء الله ده بيدينا دفعه واحنا اهم حاجه انت النادي الاهلي معروف عنك ان انت الجمهور موجود عندك ده بيديك طاقه وبيديك حافز ان انت تلعب وتكسب فان شاء الله المكسب بكره يبقى حليف النادي الاهلي واحنا مركزين في الموضوع ده جدا ان شاء الله. يا سلام يا سلام تاني يا جماعه اهلا بحضراتكم من جديد بعد وقائع المؤتمر سيلر المدير الفني للنادي الاهلي ورامي ربيعه قائد خط الدفاع في مباراه الغد ان شاء الله مباراه الهلال السوداني. تصريحات ريني فايلر والتصريحات المقتضبه لرامي ربيعه هناك تركيز تصريحات متزنه هاديه ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حالفهم في مباراه الغد. كابتن خالد تعليقك على تصريحات فايلر ورامي ربيعه وحضرتك حتى في الكواليس واحنا بنسمع تصريحات فايلر جزء كبير من اللي احنا قلناه كلمات مهمه جدا من فايلر للصحفيين اثناء المؤتمر. نفس الكلام يمكن اللي قلناه قاله مستر فايلر وقاله رامي ربيعه ان اي حد من اللعيبه بكره هيلعب هيكون بيأدي بشكل كويس الراجل قال كده. رامي ربيعه قال اتكلم على جمهور النادي الاهلي الماتش على ملعبنا وجمهورنا موجود مهم قوي ان احنا نكسب. فباذن الله انا يعني باذن الله يعني تعالى فرقه النادي الاهلي بكره هتأدي ماتش كويس ونتيجه كويسه باذن الله. كنت سالت حضرتك ايه اللي ممكن يتقال في الغرف المغلقه؟ وده السؤال اللي اتسال لفايرا اثناء المؤتمر الصحفي ازاي يحضر اللعيبه لمباراه بكره؟ وكانت اجابته ما تزعلش الصحفي وفي نفس الوقت برضه ما يكشفش ايه الشغل اللي بيعمله في جوه غرفه خلع الملابس، لان قال الامور الداخليه جوه الفريق بتفضل دايما بيني وبين اللعيبه جوه الفريق ما بتتقالش، وعندي فكره عن الهلال وعن كل فرق المجموعه. هو حاجه مهمه قوي قالها ان هو اتفرج على فرقه الهلال وهو عارفها فطبعا هو مش هيطلع في مؤتمر صحفي يتكلم على جوانب فنيه
او ايه الكلام الفني اللي قاله بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، ايه نقاط القوه والضعف بالنسبه لفرقه الهلال. طبعا الكلام ده مش هيتقال في مؤتمر صحفي، بس هو اكيد في الغرف المغلقه قال طبعا الكلام ده للاعيبه النادي الاهلي، لان هو اكد ان هو اتفرج على فرقه الهلال وقاس امكانياتها الفنيه بشكل كويس. انما اللي انا عايز برضو اقف عنده ان حتة ان هو يتكلم مع اللعيبة في الدوافع جديدة وطموح جديد، ازاي نوصل ناخد بطولة افريقيا عشان نوصل نلعب كاس عالم الاندية. انا اعتقد ان ده في كل ماتش من المباريات الافريقية هو بيتكلم معهم في 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 تجديد دوافع في الدافع ده. طبعا طبعا تجديد دوافع. طيب حديثه عن مباراة النجم الساحلي وقال الهزيمة كانت لسوء حظ ولازم نرجع للمنافسة من جديد، وده طبعا حاجة زي برضو ما قلنا هنا هو ان خلاص المباراة لازم تتنسي تمام، كل التفكير يبقى في مباراه بكره، ازاي تكسب، ازاي تاخد ثلاث نقاط عشان ترجع لسكتك تاني اللي هي اللي معروفه عن النادي الاهلي، لان مش هيعلق شماعه على تحكيم وعلى الظروف وبتاع. انا عجبتني جدا منه الكلام ده ومش عايز اضيع وقت في الكلام ده، خلاص اللي عدى عدى، نفكر في اللي جاي. وباذن الله انا شايف ان بكره باذن الله النادي الاهلي هيعمل ماتش كويس باذن الله. ما بين مباراه النجم الجمعه الماضيه وجمعه الجمعه بكره ان شاء الله اتلعب مباراتين، مباراه النجم مباراه بني سويف. اتسال في المؤتمر عن فكره جاهزيه اللعيبه، قال كل اللعيبه عندي جاهزه والكل متاح، وتعاملت باستشفاء معين في الفتره دي عشان اجهز اللعيبه. طبعا دي نقطه مهمه قوي موضوع الاستشفاء بعد مباراه بني سويف، لان مباراتين نجم وبني سويف، فهو طالما اثار فكره الاستشفاء يبقى هو راجل فاهم ومعاه جهاز على مستوى عالي، وما فيش مشكله خالص في عمليه طالما كل المباريات يعني كل 72 ساعه ده خلاص ده متاح لغايه نهايه فبراير بالظبط الوضع كده. بالظبط. فباذن الله يعني طالما في حصل استشفاء كويس بالنسبه للعيبه مش هياثر طبعا. وبعدين بكره جمهور النادي الاهلي موجود في الملعب، حتى قوي. لو دافع حتى لو ما فيش استشفاء هتلاقي اللعيبه بتجري باذن الله وخفاف في الملعب باذن الله. عمل تدويري في مباراه الكاس امام بني سويف، طبعا حاجه مهمه حاجه كويسه، يعني حاجه كويسه ان هو يشرك كل اللعيبه بشكل كبير بشكل كويس. الروتيشن بيبقى بيفيد ان انت بتريح اللعيبه الاساسيين عندك، وبعدين برضو انا ما بحبش اقول لعيبه اساسيين ولعيبه احتياطيين، انت بتريح بعض اللعيبه وبتشرك بعض اللعيبه بحيث ان كل اللعيبه بيبقوا ماشيين في خط واحد، اول ما تحتاج اي حد فيهم يكون جاهز. طيب ايه فكره انا متقبل اي وضع؟ وده تصريح قاله فايلر في وسط حواره كده وحديثه مع الاعلام والصحافه، ان قال ان شاء الله اللعيبه كلها تبقى جاهزه وايا كان لو في اصابات او غيابات انا متقبل واللعيبه متقبله اي وضع في اي مباراه جايه. ان هو بيحمل نفسه مسؤوليه ان حتى لو في اصابات هو متحمل مسؤوليه، واللعيبه اللي موجوده برضو بتتحمل المسؤوليه، لو حصل اخفاق او حصل خساره في المباراه الاوليه الاولى امام النجم هو برضو يتحمل المسؤوليه هو واللعيبه، فدي برضو حاجه كويسه. انما انا شايف ان هو الماتش بكره مهم، ماتش بكره مهم مش عشان الهلال او عشان حاجه، الثلاث نقط والمكسب مهمين جدا على ملعبك، على ملعبك لان انت خسرت الماتش الاولاني. وبعدين برضو بالنسبه لفرقه الهلال بتلعب عندها فرصتين، عايزه التعادل نمره واحد، لو كسب يبقى خير وبركه، ده بالنسبه لهم من ناحيه تفكيرهم يعني طبعا. ولكن بالنسبه لنا احنا لا، الثلاث نقاط والفوز امر مهم، وعشان كده لازم لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه يكونوا في قمه تركيزهم، وزي ما قلت اي فرصه تيجي نحاول باذن الله ان احنا نستثمرها عشان نخلص الماتش بدري. رامي ربيعه كان ليه تصريح مهم يمكن حتى في ختام المؤتمر، قال احنا بدانا الموسم بشكل جيد وهنلعب بلعبنا الطبيعي. هو قال ان احنا بدانا بشكل جيد مع المدير الفني فايلر وهنلعب لعبنا الطبيعي، وده برضو يعني ماذا تعني الجمله دي؟ يعني نلعب لعبنا الطبيعي، لعبنا الطبيعي ان احنا هنكون في حالتنا الطبيعيه. يعني ما فيش تركيز زياده عن اللزوم فيخرجنا بره المود بتاعنا او لعبنا الطبيعي، ودي كلمه مغزاها دايما لعيب الكره يحسه. احنا هنلعب عادي الماتش، بالنسبه لنا هنلعب لعبنا الطبيعي اللي هو اللعب الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي اللي هو ايه اللي بيخليه يكسب. فهم لازم يكونوا اعصابهم هاديه، وفي فرق بين ان انا اكون مركز قوي واعصابي تبقى هاديه، وفي فرق ان انا ابقى مركز قوي يعني التركيز ده يطلعني بره المود بتاعي فما اقدرش ادي بشكل كويس. فواضح ان رامي فاهم القصه دي كويس قوي، واضح ان اللعيبه بكره باذن الله هيلعبوا باريحيه كويسه جدا، هيشوفوا الجمهور بتاعهم موجود في المدرجات باذن الله هيعملوا ماتش كويس باذن الله. 15,000 متفرج في ملعب السلام، ده دافع قوي وايجابي للعيبه كابتن خالد. طبعا الجمهور رقم واحد، جمهور النادي الاهلي بالنسبه للفرقه حتى من ايام ما كنا احنا بنلعب رقم واحد، يعني هو اللي بيديك الدافع وبيديك الطموح، وبعدين دايما بيخليك لا عايز يعني بيخلي اللعيبه انا مش عايز اغلط، عايز ابقى شكلي كويس عشان الناس ما تتكلمش عليا وحش او تنادي عليا فالجمهور هو اللاعب رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي.
طيب مشوار الاهلي في البطوله الافريقيه البدايه يبدو انها صعبه ولا البطوله السنه دي ليها مستوى فني او ليها حسابات خاصه خالص؟ لا ليها حسابات خاصه عشان الجمهور بس يبقى متابع معانا من البدايه والبعض ممكن يشوف المجموعه متوازنه او سهله. لا لازم نعرف برضو الجمهور وضع البطوله السنه دي. لا الوضع صعب لان فرق قويه جدا. احنا لو شفنا المجموعات الثانيه الفرق اللي موجوده فيها قويه جدا ماتشات قويه الامور هتبقى صعبه في بعد كده. يعني احنا يمكن مرحله المجموعه اللي احنا فيها احنا والنجم الساحلي والهلال والفرقه الرابعه اللي هي الهلال بلاتينيوم زيمبابوي بلاتينيوم يمكن المستوى نقدر نقول ان هو في المتناول. مفيش بيبقى باذن الله مش هيبقى فيه مشكله بالنسبه للنادي الاهلي ولكن هي البطوله هتزداد صعوبتها مع المراحل اللي بعد كده. طيب الاهلي لعب لغايه دلوقتي بنتكلم في 5 مباريات 4 دوري و1 كاس وكان في توقف لفتره طويله جدا. ممكن الجهاز الفني يصل باي نسبه للمرحله البدنيه والفنيه في اداء اللعيبه دلوقتي؟ لا يعني هنقدر المرحله الفنيه والبدنيه انت ما تقيسهاش ب4 ماتشات دوري وواحد برضو. كاس لا قيس من اول السيزون بدايه فتره الاعداد والماتشات الوديه احنا دلوقتي المفروض الفرقه في احسن حال من النواحي الفنيه والبدنيه. يعني فكر الراجل ابتدى يتنقل للعيبه بشكل كويس جدا ابتدوا يطبقوه في الملعب بشكل كويس جدا وبان الكلام ده في ماتشات الدوري وماتش الكاس وفي ماتش النجم قبل حاله الطرد. فالمفروض دلوقتي فرقه النادي الاهلي يكون واقفه على رجليها كويس في اوج النواحي البدنيه والنواحي الفنيه والخطيه على اعلى مستوى وده باذن الله نتمنى نشوفه بكره باذن الله. طيب مستوى التحكيم في افريقيا مباراه الغد هي ملعبك احنا عايزين بكره حكم زي بتاع تونس ده زي بتاع النجم الساحلي بس احنا بيجوا هنا عندنا بيبقوا يعني بيجوا علينا برضه بيبقوا عادلين يعني او ممكن يجي عليك احنا ما بنشوفش الحاجات دي في ماتشات على ملعبنا يعني اللي حصل في الماتش اللي فات وبعدين الحكم بتلاقيه بيحسب فاول عليك وهو مبسوط يعني بيبتسم كده ابتسامه يعني ليك حاجه ما يحسبهاش وما يبصلكش اللعيبه تروح تكلمهم فاحنا نتمنى باذن الله التحكيم الافريقي يكون على نفس قدر المستوى بتاع البطوله. اصل ما ينفعش تكون بطوله جامده وانديه جامده بتلعب فيها والتحكيم يبقى فيها بشكل مش كويس خاصه الاخطاء اللي بتحصل في المباريات مش اخطاء تقديريه لا اخطاء في لا يختلف عليها اتنين لا يعني الناس كل في القلب بالظبط وما انا اقول لك لا يختلف عليها اتنين وبتلاقي الكلام يعني ومفيش فار انت كمان انت في ظل الكلام ده وما عندكش الفار كمان فانت ممكن الحكم يخطئ بس الفار يعدل الكلام ده او الحكم يشوف انت ما عندكش فار والحكام ربنا يستر يعني ربنا يسترها باذن الله. مباراه الغد ممكن نشوف حكم متميز حكم عنده قدره ان يدير مباراه قويه لان برضو الاهلي والهلال مباريات كبيره في الكره الافريقيه طبعا والماتش في ملعبنا لا الحكم هنلاقي حكم كويس هنلاقي حكم اكتر من العداله يعني هو مش عايز يحسب لنا حاجه اضافيه مش من حقنا هي احنا عايزين الحاجه اللي لينا ناخدها والحاجه اللي علينا تحسب علينا بالظبط يبقى في عداله لان لما بيجي حد ضد يعني بيجي حكم هنا في مصر ما بيبقاش العداله او ليك لا ده بيبقى كمان ضدك ساعات في بعض الاحيان يعني حتى مباراه النجم 2007 كانت مباراه القاهره ويعني على ملعبك ليك ضربتين جزاء ما اتحسبتش هو بس ربنا يسهل ان احنا يعني ان اللعيبه بكره ما تخليناش حتى نفكر في التحكيم يعني كويس ولا وحش انت عارف انت لما بتخلص الماتش من بدري وبتاع ما بتديش فرصه للحكم حتى يقدر يجي عليك يعني خلاص فهي الكوره في ملعبنا وفي ملعب اللعيبه بكره باذن الله نتمنى لهم التوفيق باذن الله تعالى ممكن بكره نشوف مستوى فني كويس بكره الاهلي هيعمل ماتش كويس باذن الله الاهلي هيعمل كوره كويسه ونتيجه كويسه باذن الله هل تتوقع مفاجات من ناحيه مفاجات في التشكيل لا التشكيل اكتر واحد يقدر يعني يقدر يقول الكلام ده الجهاز الفني والمدير الفني انما لا انا متوقع يعني مش هتبقى اي حد هيكون موجود بالنسبه لي انا كخالد جد الله مش هيبقى مفاجاه اي حد لابس فانيلا الحمراء انا عارف لان كلهم المستويات الفنيه متقاربه جدا ما بين اللعيبه يعني فهتشيل فلان وهتحط فلان مش هتحس بفرق كبير جدا طيب. زائد ان انا زي ما قلت بكره الجمهور هيدي دافع كبير جدا وهيدي بوش جامد جدا بالنسبه للعيبه طيب الهلال السوداني بيقوده فنيا مدير فني وطني كابتن صلاح ادم هو مدرب وطني ومدرب سوداني والهلال والمريخ في فترات طويله كانوا بيعتمدوا على المدارس الاجنبيه سواء من القاره الاوروبيه مثلا في جزئيه اللي هي للمدربين من روسيا الاتحاد السوفيتي اللي هي الانديه اللي هي او الدول السابقه في غرب اوروبا حاليا بقى يعتمد على مدربين وطنيين مدرب وطني ده ممكن يكون ليه تأثير في اللمسة الفنية لفريق الهلال ولا
الكره السودانيه تحديدا مع المدربين الوطنيين بيبقى ليها مستوى غير المدربين الاجانب؟ لا، هو يمكن اللي هتبقى الميزه الوحيده في النواحي المعنويه ان المدرب السوداني الوطني الوطني بيبقى قريب، بيبقى حاسس باللعيبه في النواحي المعنويه والنواحي النفسيه، بيبقى قريب منهم، عارف عاداتهم، عارف تقاليدهم، عارف تفكيرهم، غير برضو الاجانب. فهي دي الميزه الوحيده. لو هيبقى في ميزات تانية لو هو مؤهل بشكل كويس وان هو قادر يسيطر على الفرقه بشكل كويس، ان هو شخصيته مقنعه بالنسبه للعيبه وادائه الفني بيقدر يديهم جمل خططيه يقدروا ينفذوها خلال الماتشات، دي بتديله يعني يبقى حاجه كويسه. ولكن الحاجه اللي بتبقى فارقه ان هو نفسيا ومعنويا بيحس باللعيبه بشكل كبير. ليه كنت اقصد كده؟ لان انا دايما بتابع فرقه الهلال او المريخ بلاقي في مدربين معروفين او يعني اشتغلوا في الكره السودانيه وبعد كده جم مصر، مثلا كان ابرزهم بوكير، كبرار راح اشتغل في السودان، في مدربين كتير اجانب معروفين اشتغلوا في الكره السودانيه، لكن الفتره الاخيره بقوا مدربين وطنيين. حتى المنتخب الوطني الفتره الاخيره برضو كان عندهم مدرب وطني هو اللي موجود كمدير فني للمنتخب السوداني، بس مثالي ما عملوش نتائج كويسه المنتخب خالص. على مستوى المنتخب ما عملوش بعيد خالص عن التصفيات، يعني هي ممكن ترجع ظروف ماديه بقى على حسب هم الامكانيات دلوقتي ايه، امكانيات الماديه موجوده ولا مش موجوده، على حسب ممكن تفكير ان هم يقدروا يعملوا يخلقوا كوادر جديده، كوادر وطنيه تقدر ان هي تشتغل في المستقبل، فدي بترجع للكلام دون. ولكن ممكن يكون مدرب وطني ويؤدي بشكل كويس، وممكن يكون مدرب أجنبي ويؤدي بشكل مش كويس. يعني هي دايما الحاجات دي بتبقى يعني بتتوقف على التوفيق. يعني في فترة سابقة وتحديدا فترة 2007 يمكن الأهلي آخر مرة قابل الهلال كان في دوري المجموعات 2007، الأهلي فاز في القاهرة 2-0 وخسر في السودان مباراة شهيرة كانت معروفة في أحداثها كده 3-0، ومن ساعتها ما التقوش من جديد في بطولة إفريقيا. لكن اللي عايز أبرزه واللي عايز أتكلم عليه ان دايما مباريات الاهلي والهلال بيبقى فيها نسبه جماهيريه ومتابعه ومشاهده كبيره جدا سواء في مصر او في السودان. بعد حوالي اكتر من 12 سنه نفس الحماس والزخف الجماهيري لمتابعه هذه المباراه تتوقع ان يكون موجود، ولا عشان المباراة في دور المجموعات ثلاث نقاط هنا وهناك مش هتبقى بنفس المتابعة والأهمية؟ لا، أنا هتبقى بنفس المتابعة ونفس الأهمية، لأن نادي الهلال أكبر قاعدة جماهيرية على مستوى السودان، نادي الأهلي أكبر قاعدة جماهيرية على مستوى مصر، فهتبقى متابعة من ناحية جماهير الناديين على شكل بشكل كبير جدا، زائد ان المنافسه موجوده. يعني هو ماتش بكره ده انا بقول لك مهم جدا للنادي الاهلي ان هو يكسب. اه طبعا، وبالنسبه للاهلي وبالنسبه للهلال يعني الهلال لو قدر النادي الاهلي بكره باذن الله لا بديل عن الفوز. نادي الهلال زي ما قلنا عنده فرصتين ان هو يتعادل او يكسب، فهي يعني عنق زجاجه بالنسبه للمباراه بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الهلال، فعشان كده هتبقى مباراه قويه جدا. وبعدين كل جماهير الفرقتين عارفه الكلام ده ان مباراه مهمه، لا اما الهلال يكمل بشكل كويس من تاني ماتش وماتش خارج ملعبه مع بطل افريقيا اللي هو النادي الاهلي، او النادي الاهلي بقى بجماهيره ازاي ان هو يرجع باذن الله عشان يعوض الخساره بتاعه النجم الساحلي. كنت زمان دايما بتتابع فرقه الهلال او المريخ بتسمع عن نجوم في الفرقه بشكل كبير 3-4 حتى مؤثرين في الفرقه وفي المنتخب السوداني. دلوقتي مثلا انا بتصفح بشوف في الاسماء اللاعبين والقائمه حسيت ان هي فرقه جماعيه مش فرقه قائمه على نجم، يعني مفيش مثلا بنجوميه هيثم مصطفى. لا ما عندهمش لا هي فعلا دلوقتي بيعتمدوا على الجماعيه، ما عندهمش النجم الاوحد او النجم الفز او النجم اللي هو يقدر يعمل الفارق مع اي فرقه، لا هم كلهم الامور ماشيه بشكل جماعي اكتر من الشكل الفردي، لان المواهب عموما بتقل مش في السودان بس، يعني في كل الدول العربيه والافريقيه بتقل المواهب. طيب اخر حاجه كابتن خالد، هل تتوقع مباراه بكره نسبه اهداف عاليه؟ المباراه مفتوحه من بدايتها ولا هتحس ان الفرقتين في البدايه كل واحد هيكون عايز يعمل حساب التاني او في فتره جس نبض؟ لا انا اتوقع ان باذن الله يكون في نسبه اهداف عاليه للنادي الاهلي، مش يعني عاليه يعني 2-0 3-0 لو النادي الاهلي جاب جون بدري، لان لو النادي الاهلي جاب جون بدري الماتش هيتفتح، لان فرقه الهلال مش هتفضل ان هي لو في ان هي هيبقى في حذر دفاعي في البدايه، لو جه فيهم جون هيتخلوا عن الحذر الدفاعي وهيبتدوا يهاجموا، فالمساحات هتبتدي تبقى موجوده ولاعيبه النادي الاهلي تقدر تستغل المساحات دي بشكل كويس وتقدر تجيب الجون تاني. في اي نقطه تحب تضيفها او نقط فنيه محتاج تتكلم عنها في مباراه بكره او تتوقعها في مباراه بكره؟ لا هو التوفيق
التوفيق باذن الله، لان كره القدم طبعا كره القدم محتاجه توفيق. ولكن انا كل ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان هم بكره هيقدموا ماتش كويس جدا وهيعملوا عرض كويس ونتيجه كويس ان شاء الله. كابتن خالد جد الله نورتني وشرفتني وسعيد جدا بالحوار الفني معاك، وان شاء الله الاهلي بكره يكون على قدر الحدث والمباراه ويحرز 3 نقاط مهمه في بدايه المشوار الافريقي باذن الله. وشكرا ليك يا محمد، وباذن الله نهني لعيبه النادي الاهلي وجماهيره بكره بعد الماتش باذن الله، ونلتقي بك مجددا ان شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. فقره فنيه مهمه جدا مع الكابتن خالد جد الله، حديث ذكريات في فتره التمرينات ومباريات افريقيه مع الهلال السوداني سواء في البدايات او في النهائيات 87 نهائي افريقيا، ووقتها الكابتن محمود الخطيب كان له دور في الفوز مع النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. والاتحاد الافريقي من خلال موقعه الرسمي بيتحدث عن هذه الجزئيه بعد 32 سنه، احد نجوم الفريق واسطوره هذا الفريق حاليا بيقود القلعه الحمراء وفريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، ولكن من خلال مقعد اخر ومنصب اخر كرئيس لمجلس اداره النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مباراه الغد تكون مباراه قويه ونستعيد فيها ذكريات الانتصارات كمان اللي كانت موجوده في الثمانينات او حتى مع الهلال السوداني في المباريات الافريقيه في فترات سابقه. بعد الفاصل فقره مهمه جدا، فقره الصحافه والاعلام، ولكن من جهه اخرى الاعلام السوداني، الصحافه السودانيه كيف تتابع مباراه الاهلي وماذا تتوقع في مباراه الغد، ورؤيه الاعلام السوداني للتحكيم الافريقي، وايضا رؤيه الاعلام السوداني للمسابقات الافريقيه خلال الفتره الاخيره. كل هذا واكثر هيكون مع سكرتير تحرير جريده الجوهره السودانيه الناقد الرياضي الاستاذ ابراهيم الجيلي، ولكن بعد الفاصل.